من 2004 لحد الآن قيمة الإنفاق على الوزارات العسكرية والجهات ذات العلاقة بالعسكر تعادل خمس الموازنة العراقية. في يوم من الأيام كانت موازنة 2012 للمناقشة وجالسة في مكان ما اقتصادي منظمة مجتمع مدني على أساس بس هي واجهة ظاهر من واجهاتهم، وانتقدت هذا الشيء. قلت أنتوا لما تنطون خمس للإنفاق العسكري وإحنا ذاك الوقت ما كنا بحرب، قالوا لي لا شلون عندنا إرهاب ويهددنا وهذه زين، خمس للعسكري ورواتب ايش قد ينطون واستثمارات قليلة شلون؟ قلت لهم ممكن تتحقق تنمية، قلت لهم الموازنة ما بيها بعد تنموي. فطبعا بذاك الوقت انحسبت كفرة، لكن الآن دا ندفع ثمن هذا كله تراكمات. على فكرة هذا اللي هو خمس الإنفاق العسكري ظل كما هو قبل داعش ومع داعش وبعد داعش، زين هذا ما يثير الاستغراب؟ وين دا تروح الفلوس؟ والبارحة احنا بالرضوانية داعش شاب عراقي انقتل،